القبائل الأخبارية في ملف نقاشها الثاني، والذي خصصناه لامتحانات البكالوريا كتقييم شامل للمواضيع في اليوم الأخير من دورة جوان 2023. أسعد بمناقشة الموضوع مع ضيفي الكريم هنا بالبلاتو المركزي، الأستاذ بوجمع شهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية. مساءك سعيد، أهلا بك. مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ بوجمع شهوب. اليوم إزالة الستارة رسمية على دورة جوان 2023 من امتحانات البكالوريا كتقييم أولي وشامل، كيف كان الامتحان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على هذه الاستضافة. طبعا بالنسبة لامتحان البكالوريا كان هذه السنة بصفة عادية، يعني بشكل عادي بشكل طبيعي، أمام خاصة أمام الإمكانيات التي سخرتها الدولة، بحيث سخرت إمكانيات كبيرة جدا من أجل السير الحسن لهذه الاختبارات، وكانت في الميدان بارزة. فقط بعض النقائص ممكن نطرقوا لها الآن بعد قليل. بالنسبة للأسئلة أو المواضيع كانت في متناول التلاميذ في أغلبها، يعني اليوم أغلب التلاميذ خرجوا فرحانين من امتحان البكالوريا، باستثناء مادتين في شعبتين، وهي مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية اللي كما قلنا في حصة ماضية كانت طويلة، لم تكن صعبة ولكن كانت طويلة على التلاميذ، الوقت لم يكفي للإجابة على جميع الأسئلة المطروحة. وكذلك يوم أمس بالنسبة لشعبة الأدب والفلسفة في مادة الفلسفة اللي كانت صعبة جدا وأبكت الكثير من التلاميذ، باستثناء هذين المادتين البكالوريا كانت بشكل جيد يعني، وكانت في متناول التلاميذ، كانت من المقارنات الدراسية كانت كلها يعني في المتناول، وخلات التلاميذ يعني قلت لك اليوم الكثير منهم أخرج فرح مستبشر بنجاحه في شهادة البكالوريا. فقط بعض الـ 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 يعني الأشياء التي يمكن أن نسجلها اليوم من خلال هذا بعد انتهاء اليوم الأخير، من خلال هذا اليوم الأخير، من خلال اجتياز جميع التلاميذ لجميع المواد في هذا اليوم الأخير من البكالوريا، نقولوا بأنه فيه بعض الملاحظات يجب الأخذ بين الاعتبار أو تداركها من طرف وزارة التربية الوطنية في الدورات المقبلة، من بينها وعلى رأسها قضية الغش. قضية الغش احنا قلنا بأن معالجتها بالطريقة الآن اللي هي الصرامة في القوانين وتشديد العقوبات في قانون العقوبات لا يكفي، وفعلا أثبتت في هذه الدورة بأنها لا تكفي، يجب على وزارة التربية الوطنية أنها تعيد النظر في البرامج المناهج بما تغرس القيم التربوية في التلاميذ، في لأن التلميذ لما يدرس خلال فترة 12 سنة و 13 سنة يجب أن يتسبع بالقيم التربوية الأصيلة التي هي قيم المجتمع الجزائري التي تمنعه تدفعه إلى الامتناع عن الغش واعتبار الغش جريمة، لأنه الغش جرمه الإسلام اللي هو دين الدولة الجزائرية، وجرمته كذلك القوانين الوضعية، وبالتالي يجب علينا أن نركز على غرس القيم التربوية، لأنه شهدت المنظومة التربوية خلال السنوات الأخيرة مراجعة المناهج والبرامج خلال 2015 خلال في عهد الوزيرة السابقة التركيز على التعليم دون التربية، مما أضعف المنهاج التربوي وأضعف المنظومة التربوية في جانبها التربوي التي يعمل على غرس القيم الأصيلة والمحافظة عليها في الأجيال اللاحقة كما كانت أجيالنا السابقة بتلك القيم وتلك المواصفات الأخلاقية العالية جدا. وبالتالي نحن نقول بأنه يجب هذا الملف يجب أن يعالج بهذه الطريقة، ابتداء غرس القيم الإيجابية في التلاميذ من خلال المنظومة التربوية، ثم بعد ذلك تأتي هذه القوانين الردعية التي جاء بها قانون العقوبات. ونتمنى ونحن أملنا كله أننا في الدورات المقبلة يكون عرس لجميع الجزائريين، ما يكون ولا واحد استمعوا به أنه راح للسجن أو ما إلى ذلك، ما سمعنا في هذه الدورة يعني حالات العزل هي حالات معزولة وقليلة لكنها موجودة، يعني لما تلقى تلميذ يختم حياته ومساره الدراسي بذهابه إلى السجن، يعني هذا شيء مؤلم في نفوسنا لا نقبله لا اليوم لا لنا ولا لغيرنا. نتمنى أن هذه القضية تعالج بالشكل البيداغوجي اللازم حتى لا نصل إلى هذه القضايا التي رأيناها في عدة ولايات. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لي
طريقة التنظيم سمعنا دعوات لإعادة النظر في إعادة الباك في شهادة البكالوريا، بعض الدعوات تقول تقسيم الحج تقليص الأيام الدراسية من 5 أيام إلى 3 أيام، بعض الدعوات تقول تقليص الحجم الوقت الزمني لكل مادة من 4 ساعات إلى 2.5 ساعات مثلا. نحن نقول بأنه نحن مع تقليص البكالوريا، نحن مع إعادة النظر في البكالوريا، لكن نحن نرفض المشروع الذي أريد له أن يكون في 2015 وهو دعوة التقليص بغرض وبهدف ضرب مواد الهوية الوطنية. نحن نرفض المساس بمواد الهوية الوطنية في البكالوريا، نحن مع إعادة النظر في البكالوريا، مع المحافظة على مواد الهوية الوطنية في هذه الشهادة المصيرية والأساسية في المسار الدراسي للتلاميذ. كذلك بالنسبة لبعض الملاحظات اللي يعني الأساتذة أصروا علي أن أذكرها واللي لقوها عبارة عن عقبات في هذه الدورة، واللي كانت ماذا بينا تزول وماذا بينا يتم إعادة النظر في هذه الأشياء من طرف الديوان الوطني للمسابقات لامتحانات المسابقات، واللي على رأسها طبعا كما قلت مصاحبة الأساتذة وإجبارهم على الخروج مع التلاميذ لتناول السيجارة. هذا قلنا بأنه يكسر القيم التربوية التي يعملها يغرسها الأستاذ في التلميذ منذ 13 سنة، نرفضه ونتمنى إعادة النظر فيه. بالنسبة كذلك للوزير التربية وعدنا بمراجعة قانون المنح والتعويضات، واللي من خلاله يتم مراجعة منح والتعويضات الحراسة للأساتذة، الحراسة للأساتذة خلال شهادة البكالوريا. وكذلك بالنسبة للوجبات المفروض يعني القانون ينص على الوجبات الساخنة. إذا الوزارة عجزت ولا الديوان الوطني عجز باش يقدم وجبات ساخنة يصرفها كمنحة أو كمنحة للأساتذة دون أن يقدم لهم هذه الوجبات. نتمنى أن تلقى كل هذه المطالب. أذنا صاغية أستاذ بوج مع الشهوب في 10 ثواني من فضلك. بالنسبة لنا نقولوا باللي فيه أمر معين حول الوزارة مقبلة يوم 17 يوم السبت المقبل على ندوات ولائية وجهوية ثم وطنية حول ما سمي بامتحان تقييم المكتسبات. ووزير التربية كان أصدر تعليمه بأنه أقصى النقابات الآن لما تصنب وزير التربية عاود رجع النقابات. احنا الآن هذا السلوك نثمنوه ونقولوا بأنه شيء إيجابي، ونتمنى من أن أساتذتنا وممثلين على مستوى الولايات يشاركوا في هذه الندوات التقويمية. شكرا لك جزيل الشكر.